لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا إن إحنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. بقيت سيناء حبيسة للنسيان بعد معركة التحرير في عام 1973، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حاملاً بين يديه أجندة التنمية والتطوير لسيناء. على مدى السنين ما تعملش تنمية كبيرة فيها، لأن كان حجم التكلفة عشان تعمل بنية أساسية في 60,000 كيلو، عايز تعمل شبكة طرق، عايز تعمل محطات كهرباء، عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي وتعرض عليكم، عشان يتعمل على مسطح 60,000 كيلو أو على في التجمعات اللي موجودة فيها، تكلفته عالية جدا، وده اللي أعاق التنمية خلال الفترة اللي فاتت. وإحنا بقول الكلام ده عشان يعني نشكل للناس اللي بتسمعنا فهم ووعي. أعلنت الدولة أن خطتها الشاملة لتنمية وتطوير سيناء بتكلفة 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة على التنمية المتكاملة في سيناء، وعملت على الربط الكامل بين غرب قناة السويس وإقليم سيناء من خلال رؤية متكاملة للربط بمجموعة من المحاور التي تعتبر شرايين للتنمية، ومن أجل مد جسور التنمية بين شرقي مصر وغربها لتدعيم تنمية سيناء، أصبح هناك 5 أنفاق تحت قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان موجوداً في السابق. ويستوعب النفق الواحد من الأنفاق الجديدة 50,000 سيارة يومياً، ويقلص زمن الوصول لسيناء ل20 دقيقة، و7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه، و3,000 كيلومتر من الطرق لتنمية المحاور الطولية والعرضية لربط سيناء مع إقليم قناة السويس ولخدمة كافة مجالات التنمية. لم تكتفي الدولة بالإنفاق، بل نفذت 25 مشروعاً في سيناء بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 4 مليارات جنيه، كما تم مضاعفة التغطية فيما يخص خدمات الصرف الصحي في سيناء من 17% إلى 40% في مناطق مختلفة بالعريش والطور ورفح الجديدة، وتم إضافة 420 ميجا وات في قطاع الطاقة والكهرباء وتطوير الشبكات والمحولات الموجودة لتحقيق استقرار الشبكة والتيار الكهربائي في سيناء، مثل إنشاء وتطوير محطة كهرباء بورسعيد في تأكيد على حجم التنمية الشاملة في سيناء، وكذلك المحطات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة. وفي قطاع البترول والاكتشافات الخاصة بالغاز، تم ضخ استثمارات بتكلفة 18 مليار جنيه في هذا القطاع بسيناء. القيادة السياسية والجميع يعمل على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، لتحقيق التنمية والعمران لهذه الأرض التي حرمت من التنمية على مدار سنوات سابقة. من مصر، محمد الجباس. اتمد يا جسر التنمية، فرع واتمد على سينا الحرة المصرية، وما تنسى